بسم الله، من ضمن الحاجات الكويسه في النفس ورخص ان هو بيديني ان انا اعمل مراجعه على اللوحه بتاعتي، اقدر اكتب كومنتات، اقدر احط تكست، احط كلاود على الحاجه اللي فيها مشكله، اقدر اقيس اي حاجه انا عايزها. فاقدر من هنا مثلا اقول له انا عايز اقيس بوينت بوينت، وهنا تخليها نون. دي بتخليك محكوم ان انت بتقيس مثلا في الاكس او في الواي او في الزد. فهنا انا دلوقتي حر، اقدر اقيس من هنا لهنا مثلا، اقدر اقيس من هنا لهنا زي ما انا عايز. تقدر تقول له انا عايز بوينت تو مالتيبل بوينت، يعني من النقطه دي لاكتر من نقطه. ولو انت عايز تثبت الكلام دوت بتقول له كونفرت تو ليد لاين، على اساس يبقى خط ثابت معاك وما يتلغيش. في عندي فيو بوينت، تمام. من فيو بوينت تقدر تعمل سيف فيو بوينت بحيث تظهر معاك، ومن في الفيو بوينت ده تقدر تعمل اي مراجعات انت عايزها. ممكن تقول له مثلا بوينت لاين، يعني انا هقيس حاجه طويله مثلا، مثلا اهي من هنا لهنا لهنا، بيبدا يجمعهم 7 9 14 وهكذا، بيبدا يجمع لي المقاس بتاعي وتقدر تثبته لو انت عايز. تقدر تقول له مثلا عايز تشوف الاريا او الزاويه، الاريا مثلا بتاعت الجزء ده قد ايه. تقدر تحط تكست زي ما انت عايز، تقدر تشم اللعيب اللي اسمه راموس ده لو انت بتحب ال ده كلاود اهوت، تمام. تقدر تحط اليبس فري هاند لاين ارو، لو انت عايز تمسح اي حاجة معاك الاستيكة تمسح. وتقدر تختار اللون اللي انت هترسم بيه او السمك بتاع الحاجة اللي انت عايزها، وتقدر تحط تاج لأي معلومة انت حابب تحتفظ بيها، وكومنتات هيت تقدر تضيف في اي وقت كومنت زي ما انت عايز. اد كومنت، تكتب الكومنت اللي انت عايزه على الصورة ديت، وتقدر في اي وقت تبحث عن الكومنتات فيجيب لك الكومنتات اللي موجودة فين. مثلا عايز كومنت عن اس اي اس اي اس، يبدأ يجيب لك الكومنتات دي موجودة فين ومين اللي كاتبها ويوديك على البيو بتاعها. فده بيسهل عليا عملية مراجعة اللوح لو في أي مشاكل. من خلال المراجعة ديت بقدر أشوفها، وبالذات إن هنا بيتجمع المعماري والإنشاء والكهروميكانيكال، فبيبقى سهل جدا إن أنا أراجع المشروع. لو عجبك الفيديو لايك.